لتعليق انضم الينا من بغداد مراسلنا فراس ادليمي. فراس، بدايه، ما هي صوره المشهد الان الميداني الحالي في الانبار مع هذه الانباء عن هجوم لداعش ضد الجيش والحشد الشعبي هناك؟ نعم، بداية ما زالت المعارك مستمرة في محافظة الأنبار من أجل تطهيرها بالكامل من عناصر التنظيم، لكن لا زالت هناك عمليات ومعارك كر وفر بين التنظيم وميليشيا الحشد والقوات الأمنية. شهد ليلة أمس وصباح اليوم شهدت هجمات متكررة ومنفصلة من عناصر تنظيم داعش ضد عدد من النقاط التفتيش والمقرات الأمنية في محافظة الأنبار، ما أدى إلى مقتل عدد وإصابة آخرين من عناصر القوات الأمنية. ما زالت أيضا هناك معارك على محيط الفلوجة. أيضا المشهد الأمني اليوم حقيقة في جبهات القطاع الأي سي جميع قواطع العمليات هو مربك جدا بسبب الخلافات بين الكتل السياسية، حيث أثرت هذه الخلافات على سير هذه المعارك، إضافة إلى أن هناك انشقاق وخلاف كبير بين التحالف الوطني الشيعي، هناك انشقاق بينهم وهناك تبادل اتهامات بسبب الخروقات الأمنية التي حصلت في بغداد يوم الأربعاء الماضي، وخصوصا كانت استهدفت جماهير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مدينة الصدر والكاظمية وحي العدل، بالإضافة إلى أيضا هناك هجمات حصلت ليلة أمس وصباح اليوم في قضاء بلد التابع إلى صلاح الدين، وراح ضحيته ما يقارب 15 شخصا وأكثر من 25 جريح. وبالتالي تبقى الأزمة السياسية قد ألقت بظلالها على الملف الأمني. هناك تدهور واضح في الأمن في جميع مناطق بغداد وأيضا حتى مناطق المحافظات الشمالية وبعض المحافظات الوسطى أيضا، لأنها تشهد هجمات متكررة ومتواصلة بين الفينة والأخرى. نشاهد هناك إلقاء الاتهامات بين منظمة بدر التابعة أو المدعومة من إيران مع سرايا السلام والتابعة لزعيم التيار مقتدى الصدر، وبالتالي قد أثر هذا المشهد على حياة المواطنة اليومية خلال هذه الأيام الماضية. راح أكثر من 350 شخصا بين قتيل وجريح خلال ثلاثة أيام فقط، ما أدى إلى ارتياء شعبي وغضب شعبي كبير في الشارع العراقي، يطالب بمحاسبة المسؤولين المقصرين ويطالب السياسيين بإنهاء هذه الأزمة. نعم فراس، كيف تبدو ردود فعل الأهالي في الأنبار تجاه هذه العمليات؟ بالحقيقة يعني ما لبث أهالي الأنبار وهم يحلمون بالعودة إلى ديارهم بعد أن تتحرر، خصوصا وأنه تحرر بعض المناطق، لكن أيضا عودتهم كانت حقيقة مأساوية، لأن جميع المنازل المهدمة، لا توجد خدمات في المناطق التي عادوا إليها. سوف على ما أعتقد المشهد يقول أن أهالي الأنبار سوف يعودون للنزوح، العوائل خصوصا التي عادت في الأيام الماضية القليلة سوف يعودون إلى النزوح مرة أخرى، لأن داعش بدأ يستعيد بعض المناطق وبدأ يهجم بشكل مكثف على القوات الأمنية وهي مستهلكة الآن ومدركة، وبالتالي بدأت تسيطر على بعض المناطق التي خسرتها في الأيام الماضية، وهذا سوف يؤدي إلى يعني حقيقة يعني زيادة الضغط والمأساة على المواطن الأنباري هذه الأيام. نعم فراس، سياسيا إلى أي مدى تؤثر الأزمة السياسية على عمليات الجيش ضد تنظيم داعش؟ أثرت بشكل واضح، ورأينا وشاهدنا هذه الخروقات الأمنية التي حصلت في جميع مناطق العراق، في بغداد العاصمة أيضا خروقات أمنية، لأنه حقيقة هذه الأزمة اليوم بدأت واضحة بين الكتل السياسية. اليوم الجميع يتهم البعض، يعني جميع الجهات تتهم بعضها. كان حاكم الزاملي وهو أحد قيادي التيار الصدري قد اتهم وزير الداخلية بالتقصير وملاحقة المتظاهرين بدلا أن يلاحق المجاميع المسلحة أو عناصر تنظيم داعش، وبالتالي ردوا أيضا منظمة بدر المكرمة من إيران، قالت أن سبب هذا الإرباك الأمني هو التظاهرات التي قادها زعيم التيار الصدري سيد مقتدى الصدر والدخول إلى المنطقة الخضراء، وبالتالي هذه جميعها هي كانت السبب.
في تدهور الوضع الامني، اي الخلاف السياسي كان له اثر واضح في هذا التدهور، وهناك ميليشيات مسلحه لاحزاب متنفذه اليوم جميعها نزلت الى الشارع وجميعها مسلحه وجميعها تعمل للدوله وتحت غطاء سياسي واضح للعيان. نعم شكرا. يعني الضحيه هو المواطن البسيط. نعم فراس أدلامي مراسل الاخباريه من بغداد، شكرا جزيلا لك.